لما تمر سوى 72 ساعة على حادثة الاعتداء على المرأة العراقية النجفية في مطار مشهد والشاب العراقي في مدينة مشهد، والتي عرضنا حالتهما في حلقة تواصل.com يوم الخميس الماضي، اليوم انتشرت صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي توضح تعرض امرأة عراقية للضرب من قبل الإيرانيين في المدينة ذاتها، حيث تداول ناشطون صورا للمرأة وزوجها بعد أن تم إصابتهم بجروح متفاوتة مع صورة لشخص عربي من الأحواز حاول التدخل لصد هجوم الإيرانيين. دعونا نشاهد هذه الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة ثانية خلال يومين فقط لتعرض امرأة عراقية مع زوجها للضرب في إيران. حاول شخص عربي من الأحواز جنوب إيران إنقاذهما ولكن دون أن يستطيع فعل ذلك.